زوز من صناع المحتوى قاعدين يقدموا في محتوى متميز جدي جدا، نستقبلهم لأول مرة بحضنا، أسامة وأشرف. مرحبا بكم. يسلمك. منورين أسامة تريتر، أشرف والي، زوز من صناع المحتوى يتابعوكم برشا على خاصة تيك توك وانستغرام. أسامة أنت مختص في الموضة الرجالية اللبسة بالنسبة للأولاد بالأساس، يتابعوا فيك 1,300,000 شخص. 50,000 1,350,000 وبعد الحلقة باش يوليو أكثر وأكثر وأكثر. وعندك تقريبا على تيك توك زادة كيف كيف 1,700,000 زادة كيف كيف، نتصور هذا نجاح. بحذاك أشرف والي، شو هي القانونجي؟ قانونجي مختص أكثر في تبسيط المفاهيم القانونية وتعطي ثغرات الموجودة في القانون، وعندك متابعين 438,000 متابع على ولو 40 البارح على انستغرام، و 900,000 على تيك توك. نبدأ معك أسامة. أسامة أول مرة عملت فيها فيديو كنت تتصور أنه باش توصل للنتيجة لليوم واصل لها ولا لا؟ والله الحقيقة هو نصور أغلب العباد اللي عملوا حاجة كما اللي عملتها يعني يقول لك عملتها بالزهر ومن بعد ضربت معايا يا أخي كملت. يعني الحقيقة هذه من الأول كنت مغروم بالعباد اللي تعمل في الخدمة متاعي البرة، كنت نكونسومي برشا في الكونتينيو متاعهم، ومن بعد شفت الحكاية هذه ماهيش موجودة في تونس، دونك قلت أني باش نكون أول إنسان عملها في تونس. دونك الحقيقة فيزيت لبعيد، يعني أول ما هبط فيديوهات معناها حطيت لها بلون ونهبط كل يوم درا شنو درا شنو لين نوصل الحاجة اللي أني فيها توا، وتوا من فيزي الأكثر. دونك أي حاجة صارت الحقيقة بروغرامي ما كانش بالزهر. أشرف، إيوا كنت مخطط للسكسي هذا ولا فاجئك النجاح في فترة من الفترات؟ والله شو أنا كان ترجع للتاريخ كيفاش قاعد نبدأ تلاحظ لي أنا كنت انطارد فيها الشهرة، معناتها كانت بيوت بالنسبة لي أنني نتشرب حاجة مش أي حاجة بطبيعة، ما بحاجة تجذب احترام العباد وتجذب قدر معين كل شيء. أما من الأول بديت عملت برشا حاجات وقعد ديما نحاول نلقى التوليفة هذيك، لين في الأخر استقريت على القانون، على خاطر اكتشفت اللي باش واحد يوصل في صناعة المحتوى ويقدم القدام لازم يعمل حاجة يا اما خدمته يا اما قرايته، باش هكاك قد ما يفيد الكونتينيو نتاعه ويستفيد في كاريره، وقد ما يفيد كاريره ويفيد الكونتينيو نتاعه. انت قرايتك بالاساس قانون؟ اي، لقيت روحي نقرا قانون ومتخرج من القانون، قلت ما فماش كونتينيو في القانون في تونس برا نتوكل. اما نشوف في تجارب فما برشا توا قاعدين يعملوا تقريبا في حاجات تشبه للخدمة نتاعك. بداوا بعدين هذوك. اثرت فيهم؟ والله نجم نكون وريتهم اللي القانون ككونتينيو قادر انه يتسرب للعباد، خاطر كانت من الاول كفكره قانون حاجه معقده باش تنجح تعمل كوميديا تعمل كذا، ما قانون حاجه ماهيش تنجح. ممكن انا وريتهم اللي اي حاجه نجم تنجحها جست تعرف كيفاش توصل للعباد. خلينا نشوفوا المحتوى نتاعك بالنسبه للناس اللي اكتشفوك اليوم في التلفزه اول مره، المحتوى نتاع اسامه واشرف. حاجه نجم تشريها ب 2000 فرنك، اما ستيلك يولي خير ب 2000 مره، اللي هما زوز كلاس طويل، تشتي راهم ساقيك ما لازمهمش يظهر، ترويل سبور يخرج بكلاس تخيل، جين راهو كيف كيف يخرج بكلاس تخيل، الكارغوز اللي كنا نحكيو عليهم كيف كيف زاد بكلاس طويل يعطيك منظر احسن، الناس الكل باش ترجع تقرا بسراويل الجين، هو صحيح مزيان اما اني نحب حاجه مش الناس الكل لابسين منها، ذاك علاش في الفيديو اليوم باش نعطيك زوز سراويل خير من الجين في القرايه، كوب واللون نتاع السراويل هذا نتاع واحد عنده ثقه في روحه باش يلبس، شكون اللي باش يمشي يقرا بلبسه كيما هذه؟ صدقني كان انت بعد ما تشري لبسه مزيانه ترجع تقرا بها، لكن تنجم تطيح كل شيء في الماء اذا كنت تختار ساك خايبه، هذا بالطبيعه مش باش يصير على خاطرنا اليوم باش نحكيو كيفاش تختار ساك تقرا به. عاني من مشكلة القشرة، كان تكمل الفيديو هذا الاخر باش تبوسها بوستين المشكلة هذية وتودعها إلى الأبد. طريقة تلبس بها هودي شتاء 2023-2024، نصيحة الأولى خلي التيشيرت باين البرة يخلق منظر كيانه التيشيرت والهودي قطعة واحدة، قطعة أزين من الهودي في حد ذاتها. يعني في الفيديو هذا باش نعطيك أحسن طريقة تلبس بها شلاكة في الصيف. حل الأولى جي تمشي للبحر تلبس شوميز نتاع صيف مزيان، تلبس معاه شورت نجم تعوم به ولونات بالطبيعة للشمس، في الحالة هذه الكلاس والشلاكة ما يجيوش مع بعض. حالة ثانية مثلا خارجة مع أصحابك تحوس وتحب على حاجة مرتاح، لأن عادي على الأخر أنك تلبس كلاس وشلاكة مع بعض خاطرك تغطي صوابع ساقيك يعطيك منظر محترم اكثر. هذيك كومود من عند واحد معروف في الانترنت يبيع في الكابيوش ب 40,000 وزوز ب 70,000، سوم مزيان على الاخر، اما والله كي وصلوني تصدمت. كل عاده باش نقول لكم على اسمه في اخر الفيديو، اللي قال لي راهو ما عاد حتى انسان شبعت لك حتى كل اللي في جرت فيديو تلتعم فيهم.
توادي مشكلة. الكوموند هذه عديتها باسم آخر من مطمطة من ولاية جبس مع أحلى ناس جبس. نكتة هنا أخويا ما تعرفش عليهم منين نخرج لهم. شنية حكاية الابليكاسيون اللي تعرف البنات التوانسة ليامات وشنية الحاجة البوزيتيف في الموضوع؟ فيديو هذا ينجم يمنعك من 5 سنين حبس ما تعرفش عليهم كيف يجيو. وكان تفرجت فيه مريم الدباخ قبل ما تهبط السوريات على حنان العش راهي ماهيش في بوشوشة جيت لازم تعرفها وقت جيت توقف الاخرة تنجم تنقذ لك حياتك. اول حاجة لازم تعرف كيف الحاكم يخدم خدمته باش تبدا فايق خويا الغالي لا تقلق. فرضو نهار قتلت عبد منين جبتها الحكاية يا ولدي اكزامبل وبرا هي بالطبيعة كمل في بالك اللي تنجم تسافر وكي ترجع ما يحكموش عليك احلى ام في الدنيا في بالك كان طلع راسك مستح النجم الراك من هنا شبيكم الى بيس شبيصدقك انا هاني راكش بحث صاحبي قانوجي وشويخي ونروح علاش فم تيلي امي ما ينجموش يضربوك ممنوع في القانون تكيف زطلة في امستردام اللي هي مش ممنوعة الزطلة عنده وتروح لتونس تحليلك مصر ويطيحوك تحاسب في الفيديو هذا باش تعرف الاجابة بعد الفيديو هذا ما عادش باش تخاف من حاجة اسمها ضمد كانك اتيديو كانك كاري حانوت في اول عامين كانك بو عائلة الملك لازم يخافوا هاو باش نقول لك عليه تبعني وغمض عينيك فاش نجم تعرس التوريست من غير حتى موافقة عائلتك حب تعرف ها والله لا تحشمها جاني انا واش نقول لك اما توعدني ما تعمليش عندك مشروع ولا بوك عنده مشروع ماكمش قاعدين الديكلاريو عليه سامحني في الكلمة تخدموا في النوار عندي ليكم افاره بيت قولك كنقول لك اللي كي تخدم بلاش كونترا نجم تسلكها حتى الدوبل متاع واحد يخدم بالكونترا به هذه فكرة على المحتوى نتاعكم قديش عمركم زوسة 26 24 عام 24 عام من سوسة سوسة هو بنزرت بنزرت منزل جميل أسامة من الأول بالكل كيفاش اكتشفت العالم هذا هذا يا سيدي قصته أنه واني في الليسان أقرأ دوزيام أني حاجة كما نكا أقل لي ذولي 15 عام حسيل عمري نحكي مع طفلة هكا فيسبوك ودري شنو راكح فمش نخرج في ديت شنو قعدت نخمم قلت توا أني مع عمري وما كنتش نخرج قهوي جملة لا قهوي لا دارك هو فهمت مش نخرج قلت زعما كيفاش نتصرف شنو اللي نعمله صحيح شنو اللي نعمله غلط لازمني جيد الأخير يعني لازمني شكون يقول لي كيفاش نتصرف مع طفلة هذه حطيت في اليوتيوب حابين ندخل نشوف كيفاش تتصرف في ديت كجنتلمان معناها كيفاش تتصرف تجبد الكرسي تحل الباب ولا شنو الحاجه الغلط وحاجه الصحيح دخلت نلقى واحد اسمه الفا ام معروف على الاخر هذا البر يعمل فيديوهات كمان هكا يعلمك كيفاش تتصرف وكيفاش ويحكي لك كيفاش تلبس فرد مر معناها باك كامل عرفت شنو تلبس بالضبط وبعد شنو كيفاش تتصرف تخرج امورك من الرجله قعدت نتفرج عليه كيفاش يقعد كيفاش يطلب شبش يشرب كيفاش يخلص الاديسيون درا شنو عجبتني الحكاية حسيت في كسر رغم اللي ما خرجش معاه طفلا بعدين ما كذبش ربي ما كذبش ربي ما خرجش معاه ما حضرت هذا الكل في الاخر حفرت يا ودي لابسه حاضره وكيفاش نخرج وين باش نمشي ودرا شنو في الاخر ما خرجناش مع بعض انا عنديش زهر برشا في الحكايه هذو عكس الوعد عكس الدبش قلت لك كما عجبتني الفازه حسيت روحي برسمي عاوني حسيت روحي خرجت الديتا هذاك راني سلكتها ما عرفش وين نتصرف فهمت قعدت نتبع في حكايه الدبش منه هو نلقى واحد كيف هو ما سبيسياليست في الكوستيومات مثلا نلقى واحد سبيسياليست في ستريت وير نلقى واحد سبيسياليست في الحجامه والجرومينج والشعر واللحيه انت وانت صغير كنت مغروم باللبسه ولا ليه كنت مغروم على الاخر باللبسه اي وكنت نحس روحي وين نلبس لبسه مزيانه ثقتي في روحي تزيد ونحس روحي مرتاح اكثر ونقول حاجات خير من اللي كنت نقولهم اذا كان مانيش لابس لبسه مزيانه معناها عندها امباكت في حياتي اليومي معناها فهمت يمكن ياسر ننجح لخاطرني لابس بالباهي نحكي على واحد هذا معناه كيفاش يشوف روحه مش على العباد معناتها انت كان تلبس بالقدا تنجح يا سيدي ما تلبسش بالقدا تفشل ريت انا كان جيت لابس الخايف تو راني قاعد هكا راني مانيش نحكي مرتاح درا شنو نلبس بالبي نلبس بارفن ركح اموري باش كنجي نقعد نملى كرسي نبدا ثقه في النفس باهي عندها امباكت كبير على يومي نتاعي فهمت قلت باش نخرج الحكايات هذه الكل الغرام هذه الكل هاي. اللي تعلمته من عند لي زانفلونسور البرا بالضبط باش نخرجوا للتوانسه جيت نشوف ناقه الحكايه دي فماش في تونس حكايه لازمه هي احنا فهمنا تو اللي هي حكايه لازمه تقدم بالعبد برشا كان يتعلمها برسم تقدم في معاملاته اليوميه في علاقاته العاطفيه في خدمه راهو كي تتعلم تتصرف وتلبس بالبي راهي تسهل لك الدنيا فهمت قلت لازم واحد في تونس يعلم الحكايه دي دونك بديت ريتها كيما نقولوا احنا بلاصه فارغه فهمت ريتها بلاصه فارغه قلت لازم نشد هاني بالخدمه كل يوم نلم كوميونيتي نولي يعني نتسمى في البلاصه اما هو مش علم صحيح هذا ذوق ذوق عام ويقول لك نختلف من شخص لشخص يختلف من بلاد لبلاد صحيح انت تتعامل في الفيديوهات نتاعك اللبسه كانها معناتها واحد مع واحد يساوي اثنين هذه قاعده تلبس هكا يلزمك هكا عليها باهي انا شنو نقول في فيديوهاتي ديما اني نقول من رايي اني نشوف
إذا كنت تلبس هكا أحسن. والحاجة متاع الثقافات قلت لي من بلاصة لبلاصة هي أكثر حاجة خلتني نكونفرتي المعلومات اللي أنا قاعد نشوفها لتونس. قلت مثلا نعطيه ستيل متاع كابيش وشورت. في أمريكا يلبسوا برشا كابيش وشورت، تمشي معاهم، تمشي مع طقسهم. احنا في تونس ما تنجمش تلبسها في حتى وقت منها من العام في أي طقس، فهمتش كيفاش؟ معناها خممت أنه قلت الكونتوني هذاك ينفع، لازمني نكونفرتيه للثقافة متاعنا. أما شنو ديما نحكيها على أساس رأي، يعني جاي نحكي لك على رأي وفما ذوق عام نتبعوه، فهمت شنو نحكي لك على الذوق العام ورأي. شنو قاري؟ يعني قاري حاجة خطية جملة هي كونتابيليتي. قاري كونتابيليتي محاسبة. حتى لوين وصلت؟ يعني وصلت دوزيام أني، ومن بعد كي يريد الحكاية هذه يريدها هي معناها مستقبلي، قلت نكمل فيها نحط فيها الكل. وداركم قبلوا الحكاية هذه؟ والله يغزل من الأول الحقيقة لا. من الأول توا أنت تجي البو ولده يسيب القرايه، ولده نقولوا احنا ماهوش شدد صنعه فيها مستقبل معروف في تونس، ماهيش حاجه تقليديه في تونس. مش نقولوا احنا مشى بطل قرايته ويتعلم في الحداده مثلا، مش يولي حداده يدخل فلوس. ها هذا يرى في ولده والا اخوه والا تحب عليه انت من العائله، بطل القرايه ويصرف في برشا فلوس في الدبش، مش يدخل في فلوس ومش فاهم اصلا فاش قاعد يعمل ولده. دونك يعني معناها عادي كنت متوقع نقولوا احنا حاجه من عدم تشجيع من العائله والانتوراج، فهمت؟ اما عادي مفهوم. ما عركوكش، ما قالولكش فاش قاعد تعمل، ما قالولكش برامشي داوي روحك، برامشي القحل صرفت عليك خذيت الباك. اي صرفت عليك وخذيت الباك، وسورتو انه مازالوا لي عامين وناخذ ليسونس، ولي عندي ديبلوم انا في الكونتابيليتي، فهمت شنو؟ ولات لغه نتاع فاش قاعد تعمل، وين ناوي توصل بالحكايه هذيا، انت راك صفر في مخك ومستحيل توصل، راك قاعد عايش في عالم باراليل مش كيما العالم اللي عايشين فيه جمله. معناها كيما نقولوا احنا ما فماش ايمان بالقضيه. وصلت شكيت بروحك ولا ليه؟ الحقيقه ليه، فما على خاطر مع هذا الكل فما شكون يسوبورتيك، وفما خدمه قد ما تقدم فيها قد ما تلقى روتور من الكوميونتي نتاعي. دونك كيما نقولوا احنا اذا كان شديت عام كامل نخدم ونسمع في الكلام الخايب وفما حد شيء باهي قاعد يصير، يمكن ندخل في مرحله شك. اشرف قلت لي انا حبيت نولي مشهور، في شنو مانيش عارف انا باش نولي مشهور؟ اي ما هي الحكايه راهو عندها علاقه بالبشر بصفه عامه. البشر ديما كان مهووس بفكره الخلود، البشر حتى كان قبل الفراعنه كي يموتوا ويدفنوا معهم الكنوز نتاعهم على امل انهم باش يرجعوا لحياه نهار اخر. دونك هذه حاجه في جيناتنا نحبوا نعيشوا ما نموتوش جمله. بالنسبه لي انا واحد باش يوصل يعيش من غير ما يموت جمله لازم يقعد في مخخ العباد، يقول لك تموت وقت اللي العباد تنساك. تو مثلا كي واحد ذكي مش نورمال نقولوا شنو تولي لي اينشتاين؟ شوف اينشتاين قد عنده مليمات رغم ذاك التو نحكيوا عليه. هذيك الشهره نحكي عليها نتاع الشهره نتاع انك خليت اثر في الدنيا هذه، مت بعد 200 300 400 سنه يقعدوا يحكيوا عليك بنفس الامباكت هذاك كانك موجود معهم. دونك انا من الاول قلت نحب نوصل للشهره هذيك، خاطر الشهره اللي اي شهره مش هذيك اللي طمحت لها، وهذيك سهله بون نوعا ما سهله تقعد جرب لين تخطف. اما الشهره اللي انا حبيت نطمح لها واللي انا حبيت عليها هي شهره مدروسه، معناتها لازم تعمل هكا وهكا باش تخلي اثر في العباد من نوع هذا. ش عملت من الاول باش تلفت الانظار اللي كنت باش ما تكونش انسان عادي؟ والله يغزر قبل ما نعمل اي كونتينيو انا راني ما كنتش عبد معناتها يتعدى هكاك عادي، معناتها حتى في اصحابي في الكوليج في الليسي في الفاك ديما عامل موضوع ديما مبربش حاجه من الحاجات. اما وقتاش بديت في الفيديوهات؟ بديت في الليسي وقت عملت فيديوهات كوميديا ان شاء الله ما يلقاها حد، والفيديوهات هذوما كيما نقولوا حاولت كي نعمل فيها سكتشات انا وصاحبي كل شيء. بعدها بيريود عملت فيديوهات على المسلسلات وقت انقدت مسلسلات رمضان وجاوب به حوار ما انقدش برشا شكرتهم. حتى كنت تنقد بدمك تحكي قاعد تشهر فيك. ما انقدتكم اي وقت ومشيت فيكم صريح. دونك وقتها جات بيريود معناتها عملت تحليلات وكل شيء. بعد كيف بطلت وقلت مش هذا اللي حاجتي بيه، معناتها الامد الى الافق نتاع تحليل المسلسلات مش هي الحاجه اللي نطمح لها. نهار اخر نحب شو هذا وقفني يقول لي والله يعجبني التحليل نتاعك، هي حاجه تفرح خاطر بريتو مخي اللي خرج التحليل هذاك. ما انا حبيت حاجه ما ابعد حاجه تاثر في حياته هو، معناتها يقول لي واحد تو في الشارع والله عجبوني فيديو ذاك المره سلكتها لي في قضيه ولا سلكتها لي في مشكله قانونيه ولا حاجه كيما هكاك، ولا خويا درا شنو صار له خينا خاطر نعرف كذا كذا قلت له هكا الحاكم ولا حاجه من النوع هذا، انا نفرح التريبل خاطر مخي خرجها وزيد اثرت له في حياته هو. دونك هذيك هي النوع الشهر اللي حبيت عليه. دونك يوصل الناس يوقفوك في الشارع على فيديوهاتك؟ بالطبيعه
من أكثر الحاجات اللي بدلت لي حياتي راهو 180 درجة إني راه عبد في الشارع فرحان اللي شافني ويحب يتصور معايا وإلا جوزتي يحب يقول لي أنا منو مرة في بلاصة عرضني راجل مد ولده من البوسيت وقال لي بلي نحب نصوره معك. أسامة وقتاش بديت تنجح؟ وقتاش الأمور بدأت تتبدل من أنه إنسان يعمل في الفيديوهات حتى حد ما كان يأمن بهم؟ وقتاش الأمور بدأت تتغير؟ باكي انت سالتني السؤال هذا الحقيقه راه في بوان عرفت في كارييري وقت اللي تكونفرتيت الحكايه نقولوا احنا وليت خمم انه حتى القرايه شنو خليها على جنب وهذا هو اللي تولدت على خاطر حياتي شنو نحطها في الشيء هذا فهمت اللي هي وقت اللي بديت نهبط في فيديوهات تيك توك وبديت عباد تسال فيها واكثر دقه وقت اللي تعرفت على اشرف وحكينا على موضوع ان نحوله لدار نحطه الكل في الكونت كريشن ريد الفيديوهات اللي عم فيهم باش نحطهم انه هذاك المصدر الوحيد اللي ندخل منه فلوس ونعيش فيه نقوم الصباح نعمل فيديو نرقد نقوم الصباح نعمل فيديو نرقد اما مش مضمون فما برشا توا كيف قاعدين يعملوا في او يحاولوا باش يعملوا حاجات لكن ما يراوش في نجاح ما يراوش في متابعات ما يراوش في تفاعل صحيح اني الحقيقه برشا عباد يمنوا يقول لك نهبط فيديو على تيك توك وكان ضربت معايا بالزهر ضربت اذا كان ما ضربش نقعد نهبط لي نضرب فهمت اني قبل ما نبدا نهبط في فيديوهات راني عملت فورماسيونات برشا نحكي لك على سوايع قدام البيسي جوست كيفاش تعمل كل فيديو بدقيقه باش يعمل ملايين اللي راني قاعد نفهم تو فيوات دونك الحقيقه اني نعمل بالعلم برشا دونك اي حاجه مبازاها على علم ماش نحكيو على زهر لنا دونك انا شنو قلت فورماسيون اللي عندي توا بديت تعطي في الريتور نهبط في فيديو يعمل 200000 نهبط في فيديو يعمل 300000 فما كوميونتي قاعده تتلم باش نزيد نكبر البوتنسيال نتاعي هذاك للاخر لازمني نحي اي بلان بي اخر لا عاد القرايه لا عاد حتى شيء هذيك حياتي تو باش نحطها عندي علم النجم من بازي علي الاكسبيريونس نتاعي ونبدا في الاكسبيريونس وكانت هكاك الحقيقه هذيك النقطه المحوريه وليت كل 3 ايام نهبط فيديو كل 3 ايام نزيد انفستي اكس نتاع باش كيفاش العباد تلبس وكيفاش حجامه اللي تحب علي انت والاكس كيفاش تعمل البرودكسيون تاع الفيديوهات كيفاش تفهم الالغوريثم ابريتو ماناش في تلفزه ولا حاجه احنا نخدموا في السوشيال ميديا لازمنا نتعلموها باش نوصلوا صوتنا بالسوشيال ميديا عندك برشا حوايج نساوي الجاردروب نتاعك دار والله دار اخر بيريود دار ثلاثه بيوت الفوق جوست لدبش ما عادش نجم نسكن في الدار اللي نحط فيها الدبشه معناها هذه هي حاجه ماني راني ولا مش نفس الدار اللي نعيشوا فيها اي مش نفس الدار اي اني راني ما نحكيش برشا على كيما نقولوا على الباك ستيج اللي يصير فهمت في الفيديوهات اما راني توا وصلت لمرحله ما عادش نجم نسكن في الدار اللي فيها دبش عندي دار فيها دبش نصور فيها وعندي دار نسكن فيها نمشي لها باش نبات باش النوم معناها كابوش وسروال معناتها الحوايج عملت لهم دار دار ثلاثة بيوت الفوق ولوطة محلولة على بعضها سلام عليكم معناها جينا جايين هنا تعدينا الدار هذيك باش نجم اي ديجا وصلونا من غادي معناها الحوايج كلهم يتهداو لك ليه جملة ليه جملة راني نجم نقول لك 90% من الدبش اللي عندي راني شاريه بفلوس يعني اي يمكن تستغرب اما راني دبشي معناها اني ريت اليوم باش نحكي لك على احسن ستيل في 2023 مش نقعد نكتف في يديا ونستنى في شكون يعطيني احسن ستيل في 23 باش نمشي نشري اعز لبسه راه يعني ونعمل عليها فيديو معناها لازم هكاك باش توري اعز ما فما لازم تحط فلوس ميزانيتك في الحوايج في الشهر قداش؟ ميزانيتي هي اللي تركتني انا قلت اني كان ما كونتش ولا ما عملتش كرم لا على خاطر دبشي نقولوا احنا يا سيدي هي فاري برشا فهمت اما كي نعملوا موين نطيحوا في 4 ملايين كيك 5 ملايين في الشهر كل شهر دبش بالمناقل بالبرفانات مش دبش تكستيل كاو مش سراول معناها حتى كي نشري موقيله نحسبوها في البيدجي هذاك دونك في الشهر تقريبا عندك 5 ملايين حوايج هكاك تصرفهم باش تضمن ديما فما حاجه جديده خاطرني يعني راني مش نصرف باش نلبس هكاو عندي كوميونتي تستنى فيا ديما في فيديو اجدد ما فما دونك ما فماش علاش ندخل عليهم اشرف نحب نرجع انا على كلمه مره ثانيه نحب نجيب له شده هذا انت قبيلي قلت حاجه هي تعنينا زوز قلت انت مش مضمونه الكونت كريشن كيفاش ريسكيتو معناتها بالواحد حاب نقول اللي حد شيء لو مضمون معناتها نفرض واحد يخدم في معمل شهر في معمل مش مضمون زاد هو ديبون بالعارف نتاعو باش يجيب مرشيات ما يجيبش مرشيات ما يخدمش دونك الفازه شنو هي انك تريسكي اما ريسك مدروس تبدا عندك ثقه كافيه في روحك انه انت باش تتعامل مع الخطط الكل اللي باش تصير والبلانات كل اللي باش تصير قدامك والسيناريوهات بلوتو تاع الدنيا وتحاول ديما تدز القدام من غير ما تغزر وراك عندك اوبسيون تاع هروب خاطرك تحط اوبسيون تاع هروب تنجم تريسكي باللي فور اللي باش تعمله اشرف وقتاش الامور بدات تتبدل بالنسبه لك وقتاش حسيت انه انا اليوم وليت نجلب الانتباه
شو من الاول راني نجلب الانتباه من اول فيديو هبطته، اما اللي تحكي عليه انت مازلت مش هذا اللي نحب عليه انا. معناتها توا انا ما نجم نقول سي بون وصلت اللي نحب عليه، كان سنين القدام مازال مهمه مطوله القدام برشا. قاعد تصرف على الخدمه نتاعك مش بالوحشيه نتاع معناتها ميزانيه اقل بيسر، معناتها فهمت اقل بيسر. معناتها فيديو قداش تكلف لك هكاك؟ بيشو هو راهو باش يكونوا واضحين، راهو الفيديوهات اللي نصور فيهم كلهم محسن الكاليتي نتاعهم بالكارير نتاعي. معناتها قد ما نخدم قد ما ندخل فلوس نعاود نحطهم في الماتريال. مثلا انا اول خدمه جاتني في الانستغرام خدمتها وقت عندي 30,000 ابوني، دخلت فلوس معينه ديريكت حطيتها في كاميرا، كل ما اخذت حتى شيء في جيبي حطهم في كاميرا باش نحسن الكاليتي. ديما الهوس نتاعي اني نخرج احسن كاليتي موجوده في صناع المحتوى في تونس كل. واليوم نتصور المشروع نتاعك كبر على خاطر وليت عندك منصه قانونيه اسمها لا تقلق. لا تقلق ومعاك مستشارين؟ اي. قداش من واحد مخدم معاك؟ ولا هو ديما النومبر هذايا كيما نقولوا تحت الدراسه هكا نقولوا احنا زوز ثلاثه ديما في الجو هذاك معناها. ومازلت كي بديت وعلى فكره مازلت ما انونسيتيش اوفيسيالمون للحظه هذيا معناها. قداش سومها الاستشاره؟ 59 دينار. تخرج تروح مرتاح عارف حقوقك فاهم الدنيا كل ما ينجم يعدي عليك حد ما ينجم يتحايل عليك حد ما ينجم يدخلك منه يخرجك منه حتى محامين. انت قاري قانون؟ كليه الحقوق والعلوم السياسيه بسوسة. عاده الافاق يا محامي يا قاضي المنافذ يعادل الشهيد. يا عادل المنافذ يعادل الشهيد. ماهوش من احلامك هذوما؟ بالعكس احلامي اني نكون محامي، اما الوقت وقتاش هذاك بحكمه نحب نختاره، خاطر مش بالضروره الحاجه التوب في حياتك لازمك تاخذها اول حاجه. ساعات كل حاجه عندها وقتها تاخذها فيها. مثلا انا اول ما بديت قلت وقتاش نتعدى زعما فكرة سامي فهري؟ كنت ناوي تجي؟ اي كنت ناوي اجي، اما قلت وانا اول ما بديت نطلع نجم يكون مش وقته نطلع فيه اصلا. معناتها صحيح حاجه باهيه برشا اما مش وقته باش نطلع، تو يجي وقتها. باهي المعلومات اللي تقول فيها احيانا تلقى في ردود فعل. حكيت الزطله. عملت فيديو حكيت على الزطله، قلت معناتها وقت اللي واحد يتكيف زطله لبرا في بلاد تسمح باستهلاك الزطله كيما هولندا مثلا، يروح لتونس ينجم يتعاقب. رغم انه استهلك في بلاد تسمح باستهلاك الزطله، قلت لانه الزطله تقعد في البدن 40 يوم، معناتها وقت اللي نعملوا تحليل نلقاو الزطله موجوده. موضوع كيما هكا في حد ذاته موضوع نتاع واحد يتكتك يختار في مواضيع اللي تشد الناس، مواضيع اللي تعمل بوز، مواضيع اللي تعمل نسبة مشاهدة. أنا موقفي من المحتوى التعليمي، أنا النقد كبير للمحتوى التعليمي اللي شفته قبل ما نبدأ فيديو القانونجي، إنه أي واحد يعمل كونتوني تعليمي سواء في التلفزة ولا في الديجيتال ولا في أي بلاصة نحسه اللي بين قوسين يذل في العباد إنه يعرف معلومة، يطلب منهم برشا إفور متاع تخمام متاع انتباه متاع لازم يعرف مصلحته متاع لازم يكون واعي لازم يكون حاجته به يحب يشري هالمعلومة. هو يجي يقول له إنما ويعمل له مقدمة وتمهيد وكل شيء. أنا شقلت قلت العبد اللي يتفرج فيا نحب أول حاجة يبذل أقل مجهود ممكن باش يفهمني، مانيش طالب منه يعمل حتى إفور، نحب نوصل له الفكرة. أنت تستعمل في الكوميديا في التمثيل باش ترد المعلومة الأكاديمية الصعيبة الجافة في المتناول. ماهوش هذا موضوعي، مش هذا سؤالي. سؤالي أنك تختار المواضيع اللي تشد الناس اللي تشد الشباب، حتى العناوين اللي تستعملهم. مثلا لما اليوم تحكي على استهلكت زطله خارج تونس تدخل راك تنجم تتشد. ديت فيديو مثلا نتاع الزطله، نحكي على فيديو الزطله. فيديو الزطله صحيح هو يحكي من برا على الفكره اللي قلت انت، اما كي تدخل له وتتفرج فيه تلقى لي انا مثلا حكيت على الجريمه المستمره والجريمه الوقتيه، معناتها حاجه تصير توك في صنفهم القانون وكل شيء. انا كي من الاول باش نقول لك راني باش نحكي لك على الجريمه الوقتيه والجريمه المستمره، فما نسبه كبيره من العباد ماهيش تتفرج والحاجات باش تضرهم خاطر باش يلقاوها في الدنيا الجريمه هذيك. دونك انا باش ناخذ انتباههم من الاول باش نعطيه حاجه تنفع. معناتها شو نعمل؟ ناخذ لك انتباهك ونحاول ننفعك وانا ناخذ لك في انتباهك. دونك كله قالب مع بعضه، من الفكره من الموضوع من طرحه من الهوك كل الاربع ثواني الاولى هذوك كل شيء الهدف نتاعو انه في الاخر المعلومه يسمعها العبد. اختيار المواضيع الكلهم مواضيع نتاع عناوين مثيره، عناوين تجلب الانتباه، تخدم في النوار تحب تسلكها. تنجم تبيع كلوتك ب 600 مليون نقطة استفهام. كانت فرجت مريم الدباغ في الفيديو هذه راهي مش في بوشوشة. اي. وتعرف انه مريم الدباغ توا ترند. اي. دونك ماكش تعمل في كونتوني بقدر ماك تعمل في بوز.
اختيار مواضيع، العناوين اللي تحب انت، الشكل كيف نتصرف، الكوميديا. علاش احنا بدينا اول حوار بدينا بشنو؟ انه انا نحب نتخلد في التاريخ بحاجه باهيه، بحاجه عباد تحترمني خاطرها مهما يتعداو السنين. باه نجمش نعطي ثقه الانسان يعمل في برشا اشهار. الجيل هذايا الشعر احسن جيل هاني مجربه. البارفان هذايا تحفون على الاخر. البارفان هذايا معناتها حاجه ما صارتش. فهمتك. كي نقول لك الانسان هذايا سيدي، يعني الانسان هذايا يخدم فيديوهات ينصح فيك من غير اشهار. اما وقت اللي يجيه انسان عنده برودوي ينفع الكوميونتي نتاعو، دونك عندنا لنا انسان يخدم في برودوي ينفع الكوميونتي، الكوميونتي عندها بون بلان باهي، وانت رابح فلوس كما كنا نحكي، وتعرف قداش نصرف على الباش وعلى الفيديوهات نتاعي. دونك لنا فما معادله رابحين فيها ثلاث، علاش لنا ثقه تنح؟ اي اما باش تكون صادق. بالطبيعه باش نكون صادق وقت اللي اني مش اي انسان يجيني باش يخدم له اشهار نخدم له اشهار. رفست اشهارات؟ اني نجم ناكد لك هادي انه يظهر لي اقل نسبه، نعطيك 60% من العروض اللي تجيني ما نخدمهمش. علاش تفهم انا؟ على خاطر كريديبيليتي عند العباد. يجيني انسان يقول لي نحبك تبيع لي برودوي هذا، واني ما نشوفش انه البرودوي هذاك اعز برودوي نجم نشريه للعباد. نقول له راه سامحني البرودوي نتاعك ماهوش اعز برودوي نجم نشريه للعباد، ما نجمش نخرج للعباد ونقول لهم راه هذا اعز برودوي. حتى اذا اعطاك برشا اصفار في الشيك؟ حتى كان يعطيني اكثر اصفار ممكن تعطات لي في كاريري. علاش يقول قايل؟ على خاطر اني حتى كان باش نخممها بامور فلوس، نحكيو بامور انانيه يا سيدي، يعني واحد اللي قاعد على روحي نحب نخمم ندخل فلوس. اما خير ناخذ الاصفار اللي تحكي عليهم انت اليوم وغدوه ما يعطيوش فيه ثقه العباد، وبعد شهر من نجم من معاش عندي وجه اصلا نحكي فيه الجو تاع الباشا هذايا. كل خاطر سي بون صحت بحاجه وماهيش كانت قد الحاجه اللي حكيت عليها اني، والا نعمل كارير كيما اللي اني عليه توا، نعمل نصرف في باشا فلوس جوست باش نوري العباد الباجات اللي تبيع في حاجات مقلده، فقره ذيك وحده نصرف عليها في برشا فلوس جوست باش العباد ما تحصلش، ونحرم في روحي برشا من كولابوريسيونات على خاطر البرودوي ما يستاهلش، ونلقى روحي اني يعني بعد عامين توا العباد توقفني وعندها ثقه فيك وسامه بالله كمل في اللي تعمل فيه وذاك الكل. حتى بامور فلوس نخرج رابح معناها. عندك فقره مسميها شبكه مكافحه الفساد. انك تجرب الناس اللي تبيع في منتوجات وتشوف المنتوج هذايا صحيح مش صحيح، مضروب مش مضروب، الكاليتي نتاعو بالحق. تجيك عروض باش تحارب ناس معينين معناتها. ريت نهار اللي هبط اول حلقه جاني اول عرض من تحكي فيه انت، علاش اني هبطت ستوري بعد قلت راهو الفقره هذيا ماهيش باش تكون سبونسر الجمله، لا باش نطلع شكون نعمل نقول هاني نتستي فيه وطلع باهي، لا باش واحد يعطيني فلوس باش نمشي للاخر نتستيه ونقول خايب. جاك نهار اللي هبط اول فيديو، ريت نهار اول بابا يعمل لي يا اخي نورمال تصرف في 250 الف على سبيدري وباش تطيش وكاكا، قلت راهو عادي معناها الثقه عند العباد. نحكي امور بزنس توا، راني اوكي نضحي برشا فلوس للعباد باش تولي هي تعرف منين تشري، باش من بعد كي اني يجيني واحد يستحق نعمل له اشهار ونعمل له اشهار تمشي صحيحه، الناس تكون رابحه. فهمت كيفاش؟ قداش تدخل في الشهر؟ والله كالعاده نحكيو على حاجه فاري اونتر شهر شهر، نحكيو نقولوا احنا فلوس صافي والا معناها مربوح والا الفلوس من غير ما نحيو منها الشارج. نحكي لك فيه الشارج ما هو نحكي لك. اعطيني مربوحك قداش؟ مربوحي يا سيدي اني توا صدق ولا ما صدقش قد معناها ريت ندخل فيه نصرف فيه يعني توا. باهي قداش تدخل؟ نحكيو على موين 10 ملايين 10 ملايين 11 مليون في الشهر ما بين ماتريال ودبش، نلقى روحي هذاك هو. عندك باتيندا و بيان سور اي بالطبيعه، معناها انت كان تخدم معايا اليوم تاخذ فاكتوره نتاعك تاخذ طابعه نتاعك الدنيا كل مليك. تخلص الضرائب ولا ليه؟ بيان سور اي. اما نلقى روحي رابح برشا راهو خاطرني نصرف برشا، معناها اني كنهار نشري كاميرا مثلا نلقى روحي رابح هكا تي فيا دبش زاد كيف كيف فاكتوره نلقى روحي رابح تي فيا. وزيره الماليه سهام البغديري تقول انها تم اخضاع 140 من صانع المحتوى ايوه للمراقبه الجبائيه. يعني تحيه للكونتابلي بتاعي. ومطالبين باش يدفعوا 14 مليار ضرائب للدوله، هل شملتكم مراقبه؟ لا لا الحقيقه لا، ولا يمكن نكلم الكونتابلي غادي ما وصل لي شيء الله اعلم. اشرف 20 دينار في الشهر 20 كل تحب 60 مشيت الامور تحلت 60 كان حلت معي 100 دينار. لا مش صحيح بالطبيعه مش صحيح.
فادلكم معنا اللي دخلوا عن طريق النشاط اللي تعمل فيه الكل، خاطر انت اذا كيف عندك منصه قاعده تاخذ في برشا من الكونتينو اللي يجيك من تيك توك ولا من انستغرام. منصه كما قلت لك مازال الاعلان الرسمي ليها بالرسمي مازال ما صارش، اما هي بالباتين نتاعها امورها مريكله، معناتها كي نبداش خادم نهارين لازم الباتين تكون كل شيء. ما داخلك قديش بالحقيقه؟ معناتها قاعد نخمم بالرسمي، خاطر قاعد نخمم ما ندققش معناتها في هذا كله، معناتها كان فما حاجه تلقى قولوا تقريبا احنا في الزوز هكاك، زوز ملين زوز ملين في الشر. يكفيوك بالنسبه لك انت باش تنجم تعمل محتوى وتطور محتوى؟ يكفيوني، خاطر عكس اسامه الكونتينو نتاعو بازي على اللبسه اللي لازم يشريها، الكونتينو نتاعي انا بازي على الكتب مثلا اللي نقراهم، تلقاني نقرا كتب باش نجم نعمل كونتينيو، ولا ندخل حتى مؤخرا داخل نقرا فورماسيون تاع تحضير المحاماه، وانا ممكن ياسر ما نعديش اصلا محاماه، اما صرف عليا فورماسيون هذيك باش انا نتعلم حاجه جديده. عندك باتيندا تخلص ضرايبك كل شيء امريكي بالطبيعه. الاولاد اللي تعملوا فيه يخليك التصوير نتاع صناع المحتوى اللي عند البعض اللي هي معناتها رموز التفاهه، رموز التكحيف، رموز الناس اللي تجيها فلوس سهله، تبدا على الاقل نقدموا بديل، هاو عندنا حاجه اخرى مختلفه. انتم هذا الخط اللي ماشيين فيه بالاساس، وهل تجاكم التصويره وقت اللي تراو غيركم يعمل في محتوى بين ذا فرين تافه ويصور في برشا فلوس اكثر منكم انتم وعنده حظوه كذلك حتى في الاعلام؟ يقبلك شيء يعطيك صحه اللي ريتها بالفاسون هذه الفاسون اللي احنا نطمحوا لها باش نوصلوا لها. وثاني حاجه بدايتنا احنا وكيفاش تطورنا وكيفاش حمينا رواحنا من الحاجات نجم تصيرنا في بدايتنا، مثلا انه نتفهوا ككونتينيو ولا كعبيد ولا كعلاقات ولا اللي هو، هذه حاجه احنا ركزنا معها بالباهي، معناتها ملي كي مشينا سكننا وحدنا باش نعملوا حياتنا للكونتينيو، راهي هذيك خذيناها على محمل الجد، معناتها وسيرتو خذينا العبيد اللي تبع فينا على محمل الجد، راهم عبيد يحبوك، راهم عبيد يستنوا فيك شنو باش تحكي شنو باش تهبط وكل شيء، فما عبيد حتى يعتبروني قدوه، وهذه حاجه معناتها عمري ما كنت نحلم بها قبل. دونك هذا كله يخليك انت اش تتصرف طريقه صحيحه، الطريقه هذه باش تبعدك على عباد اخرين ولا مش تبعدك، مش هذاك البيت، مش البيت اني ما نكونش كيفهم، البيت اني نكون صحيح، وهما كانوا مغلطين تو ما نكونش كيفهم، اما لازم نكون صحيح، نكون انسان قد الثقه اللي تعطات لهم العباد تبع فيه. سام والله يعني الحقيقه الراه هذه انه فماش حاجه جات بالزهر، هو شنو هو فالور اجوتي، يا نزيدوه بالتعليم يا نزيدوه بالضحك، ضحكك تتفرج فيه، اي اما يا نعطيك حاجه نقول احنا قد ما تتفرج فيه قد ما نجم ندخل فيه. قلقكم التصويره السيده؟ هو الحقيقه ما تقلقناش، علاش؟ خاطر من نقولوا احنا من اللحظه الاولى نقعدوا فيها يفهموا اللي انت باش تحكي على روحك شنو تخدم شنو ما تخدمش، يفهم انه فما فالور اجوتي، دونك اوتوماتيكمون باش يحطك في كاز اخرى جمله، ماكش فطور صباح تصوروا تتعشى تصور هاني مشيت هاني جيت درا شنو، فهمت كيفاش؟ دونك هالتصنيف هذايا تيلمون ما يدومش كي نقعدوا في ليزانتيراكسيون تاعنا تاع كل يوم، ما يقلق الجمله، فهمت شنو؟ ما مراش ليميتي برشا. ابار هذاك حتى احنا العباد اللي تقابلنا في الدنيا اول حاجه يقولوها فريمون برافو على الكونتينيو تاعنا، فيه على الاقل مش كيما الاخرين، ديما موجوده نوعيه الجمل هذه، معناتها ديجا ما فماش علاش نتقلق، خاطر العباد تشوف العباد تفهم، معناتها ماهيش تصنف العباد بالفيوز نتاعها ولا بالشكل. فما مشاهير بداوا يحكوا معاكم و يعني هذه ما نعرفش الحقيقه، انا الحقيقه مساجات اللي يجوني كل يوم راهو ما عندك حتى فكره، راهو بالرسمي نحكيوا على 300 مساج 500 مساج في النهار، كي يبدا فيديو هابط 500 مساج في السور، فهمت؟ دونك الحقيقه مشاهير نعرفش بعثوا لي مساج ولا اني ما شلقتش والا ما بعثوليش، اما امور خلطه معناها نحكيو توا امور صحاب، مشاهير الحقيقه اشرف صاحبي الوعي مجهول. اشرف مشاهير يكلموك، نعرفش محامين يكلموك يقول لك فاش تعمل، بوليسيه في الشارع. كمشاهير يكلموني برشا مشاهير، انا راهو اول مشهور كلمني تفكروا هو بسام حمراوي وقت عملت فيديو تاع المسلسلات هذيك، عملت اعطيته جائزه، قلت لك مخي اسمح لي نعطي جائزه للبسام، وقت يا اخي بعث لي مساج شكرني على الجائزه، اما بعدكش وانا نعم في الفيديو تاع القانون برشا بطبيعه يكلموني، نعرف برشا معناتها من الدومين سواء في التلفزه والا في الديجيتال، يكلموني برشا اصحاب مع الناس الكل. بوليسيه
يوقفوك ولا ليه؟ يوقفوني بوليسية ويضحكوا معايا ويقولوا لي بكمل في اللي تعمل فيه وبرافو، على الأقل مش كيما الآخرين نرجع ولا في قديمة. معناتها ممكن العبيد ماشي في بالها اللي كي يوقفني حاكم في 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 الشارع معناها باش يكون ستريكت معايا واش بيك تعمل هكاك، وقت اللي العكس جمله بالرسمي العكس جمله انا وصلوا حتى تلقى حاكم موقف وهذه ما تجيش تحكي، اما وصل الحاكم يوقف كرهبه ويبدا باش يفتشها ولا يبدا باش يعمل حاجه يراني انا فيها او قانون جيني برا دي مريقل شو فيها يدي كمل في اللي تعمل فيه يعطيك الصحه، اكثر من هكا معناها محبه من الطرف اللي لعبت توقع عكس المحبه ما فهمش. واضح الوليد يعطيكم الصحة، نخلي لكم كلمة الختام كل واحد فيكم، خلينا نبدأ معك أسامة. يعني الحقيقة ما عمري ما ننسى الإنسان اللي أمن بيا من نهار الأول، النهار هذا باش أمن بيا لين نموت ولين إن شاء الله بعد عمر طويل يمشي ويخليني اللي هي أمي، حاب نعطيها تحية واللي كرهه في تلفزة هذه برسمي أمي، أمي بالرسمي مغرومة بالبرنامج هذا برشا فهمتني، سلم عليها برشا. والله شو والله اسمها؟ خل نسلم عليها، اسمها سعيدة. سعيدة نسمع في صوتك في الفيديوهات بتاع ولدك. أي ربي يفضله لك وإحنا زادة فرحانين برشا أنك مشاهدة وفية، وتحية بتبيع على أصحابي كل أي واحد عن جنرال أمن بيا وذاك هو مليك. وأنا نحب إن نأكد على الأخر على أنه نحب نقدم، وين الكاميرا اللي نجم نغزر لها اللي تشعل بالأحمر؟ تشعل بالأحمر مليك. خطي ليلى امي نعت لها خطي ليلى احلى ام في الدنيا، تحيه ليك وراك انت كنت ومزلت ريت امي اي فيديو هبطته للحظه هذه فوق ال 200 فيديو كلهم حاطت لي كومنتات احلى قانونجي امي هذه. ربي يفضلها لك. واخواتي بالطبيعه ولعبت كلها من الطبيعه ربي يفضلها لك. اسامه اشرف بالتوفيق ونجاح. عايش كرهبة تمشي كرهبة تجي. الكرهبة متاعنا الجولف ويت السيارة الحدث سومها 137 مليون، بعد أسابيع قليلة الكرهبة باش تخرج تنجم تكون من نصيبك أنت اللي تتفرج فينا، سهل برشا جرب حظ الأيام الأخيرة وعلاش ليه الكرهبة هذه ما تكونش من نصيبك، خذ تليفونك ابعث اس ام اس في حرف أ على الرقم 85811، أ على الرقم 85811، حظ سعيد للجميع.